توج فريق النجم البحريني بطلا لبطولة الأندية الخليجية 38 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي استضافتها العاصمة الكويتية. شارك في البطولة 7 أندية تم تقسيمها على مجموعتين بطريقة الدوري العام من دور واحد. وحلق فريق النجم البحريني بلقب البطولة للمرة السادسة بتاريخ المسابقة. جاء تتويج هذه المرة بعد فوزه بالمباراة النهائية التي أقيمت يوم أمس على فريق مضر السعودي بنتيجة 39 هدفا مقابل 24 بعد مباراة سيطر فيها النجم على أغلب الفترات. وجاءت المباراة قوية المستوى من قبل فريق النجم والذي فرض إيقاعه منذ البداية، حيث نجح في حسم الشوط الأول بفارق 6 أهداف. في الشوط الثاني تواصل الأداء الرائع لفريق النجم وسط تألق كبير من الحارس محمد عبد الحسين، أفضل حارس في البطولة، وتفوق هجومي بتواجد حسين الصياد نجم البطولة ومهدي سعد ومحمد حبيب الناصر وعلي عيد. بهذا التتويج يكون فريق النجمة قد نجح في استعادة اللقب الخليجي بعد غياب دام أكثر من 20 عاما. كاس النجمة، النجمة يخطف الكاس الغالية، الكاس الخليجي، مبروك.